السؤال التالي، انت قبل شوي تقول انت في جغرافيا يا سلطان. ايه زين، الحين بنطلع درب التبانه. ما هو الكوكب الاكثر سخونه في نظامنا الشمسي؟ ما هو الكوكب الاكثر سخونه في نظامنا الشمسي؟ الشمس، المشتري، او الزهره؟ الشمس، المشتري، عندنا عندنا احنا صح النظام الشمسي. ما هو الكوكب الاكثر سخونه في نظامنا الشمسي؟ الشمس نجم، ما هي كوكب. الشمس نجم، ما هي كوكب. فأنا أقول ما هو الكوكب الأكثر سخونة في نظام الشمس؟ الإجابات، الإجابات، الإجابات. الشمس، المشتري، الزهرة. الزهرة، 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 روح. الزهرة. الزهرة قبل شيء. الزهرة عادي. طيب. كوكب الزهرة. اخترت الزهرة. إيه. الشمس هي. هذا سؤال أعتبره أنا بإجابتين، واحدة لأن الشمس نجم، ما هي كوكب. إيه. وأنتم اختياركم الزهرة. الإجابة صحيحة. المشتري بعيد شوي عن الشمس.